الجمبري الكداب. انا لسه كنت بكلم واحده من اللي اتعلمنا على ايديهم الصحافه الاقتصاديه، مدام هدى نجيب سالم، كانت ماسكه المستشار الاعلامي في التمثيل التجاري، كان موجود في المهندسين في شارع احمد عرابي. فكاتبه لي على الواتساب بتقول لي هو في جمبري كداب؟ فبقول لها يا فندم والله في جمبري كداب كمان، وكداب في طعمه يبدو، بس احنا عشان هو ب 10 جنيه زي ما قريت في الخبر، يعني ما اعرفش حقيقه هذا الكلام ايه. بس زميلتنا نور جمال كاتبه في مصراوي، احب انا الاخبار دي قوي. اه والله، مع زياده عدد المصطفين يفضل الكثير منهم تناول الماكولات البحريه، وتتعدد انواع واشكال الاسماك في الاسواق، وكان من اكثرهم انتشارا في الفتره السابقه هو الجمبري الكذاب. انا ما اعرفش نور جمال كلت منه الاول قبل ما تكتب الخبر ولا لا، انا ما اعرفش يعني. ففكره انه في جمبري وكذاب يعني ازاي؟ وفكره انه الابحاث اللي عملتها الدكتوره ايه جلال الدين الباحثه بمعهد بحوث صحه الحيوان في اسيوط، وقالت انه يا جدعان ما تصدقوش ده فعلا جمبري كذاب وجمبري تعبان وجمبري ملوش اي ستين لازمه، مع ان الناس كانت مقتنعه اللي بتاكله ان هو لا ده يعني بيعمل حاجات كتير للجسم وبيفيد الجسم زيه، وبيعمل فسفور بقى وحاجات وب 10 جنيه كيلو. فما اعرفش حقيقه هذا الموقف ايه. خلينا بقى نروح لحد يعني ايه يدينا الكبسوله النهائيه ويحسم لنا الجدل في هذا الاطار. الدكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بوزاره الزراعه. ازي حضرتك يا دكتوره؟ مساء الخير على حضرتك يا استاذ جابر وعلى كل الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. انا بحب الجمبري عموما، كلنا بنحب الجمبري، انما حكايه الجمبري الكذاب دي يعني حلو وكذاب كده، يعني الجمبري الكذاب يعني في فعلا جمبري كذاب؟ يعني في فعلا جمبري في السوق ب 10 جنيه وب 20 جنيه والناس مقبله عليه وكده؟ دلوقتي احنا عشان نتكلم على الجمبري الكذاب في حاجات يعني في السوشيال ميديا حتى انا بقراها بيكون في اختلاط شويه في المسمى. يعني في ناس بتقول على الشيكان البورسعيدي ان ده دار وان هو الجمبري الكذاب وبيتكلموا على المخاطر بتاعته، والكلام ده غير صحيح تماما. فالشيكان البورسعيدي بريء تماما من كل ما يقال عليه من هذه الاتهامات. لأن هو نوع من القشريات وعالي في القيمة الغذائية وغني بالفسفور وموجود في كل المدن الساحلية، دول البحر الأبيض المتوسط حضرتك كمان بتاكله، زي برضو عندنا تركيا، زي إيطاليا، زي قبرص، كل الدول دي بتاكلها وقيمته الغذائية وفيه فسفور عالي. في حاجة تانية بقى اللي هي بتعتبر ضارة واللي أنا بحذر منها السادة المشاهدين. أيوة. دايما. أيوة. واللي قد يكون البحث بتاع الدكتورة متعلق بيه، هي الصورة اللي قدامنا دي، وده مش شيكال، ده حضرتك اسمه استكوزا المياه العذبة أو صرصار النيل أو الاستاكوزا النيلي، ده المسمى بتاعها، ده اللي بيعتبر بيشكل خطورة كبيرة. حضرتك الشاشة قدام حضرتك؟ الشاشة قدامي. طيب. أنا ده الصورة اللي حضرتك تفضلت بيها ولا الصورة يعني أنهي صورة نعرضها، دي ولا الصورة اللي قبلها؟ هما الصورتين دول، الاثنين دول يعتبروا الصرصور ده الصرصور اللي هو النيلي أو الاستاكوزا المياه العذبة اللي عليها القولان إن هي فعلا يعني غير صحية. هو ده بيتباع يا فندم؟ ده بيتباع في السوق؟ ده بيتباع في السوق. أنا يعني يا ريت السادة المشاهدين ياخدوا بالهم من الصورة على إنه جمبري؟ ده يقولوا لا، ده يقولوا إن هو جمبري الغلابة أو ساعات يغشيه يقولوا شيكال. ده مش شيكال، ده مش شيكال البورسعيدي، مشابه للجمبري ده اللي صحي. اللي هو الشيكال البورسعيدي اللي هو اكله متعارف عليها ويعتبر صحي. لكن حضرتك معلش يا دكتوره مروه، ده بيتباع في السوق في الاسواق؟ يعني ده بيتباع في الاسواق؟ بيتباع في الاسواق اللي قدامنا ده. ده اللي هو صرصور البحر، او ساعات يقولوا عليه جمبري اللي الغلابة. هو جمبري الغلابه. وساعات يغشوا يقولوا شيكال، ده مش شيكال. مش شيكال تمام؟ يعني عشان السادة المشاهدين لما يشوفوا ده مش الشيكال، الشيكال حتى احنا يعني الصور بتاعته يا ريت تبقى موجودة، أو يعني الناس لو عملت سيرش عليه كده الشيكال دي حتى لو من بيطلع بيبقى شبه مشابه كتير للجمبري، ده أكلة بورسعيدي في كل مدن الساحلية ودول البحر الأبيض المتوسط بتاكل. طيب احنا الصور اللي شفناها دي، السادة المشاهدين يحفظوا الصور دي كويس جدا، إن الصورة دي ما يشتروهاش أبدا من السوق،
ومحدش يرشهم يقول لهم ده شكال، ده مش شكال، دي استاكوزا المياه العذبه، دي بتعتبر. طب ما هو لما بيبقى في لما بيبقى في الطاوله اللي قدام الراجل اللي بيبيع السمك، ما انا ما باخدش بالي منها برضو، ما بيبقى الجمبري متعارف عليه شكله، يعني ده شكله شاذ تماما، بس ما يجيش يقول عليه شكال وشكال بورسعيدي، هو هيجي يغش المستهلك على اساس ايه؟ الجمبري شكله معروف كلنا. طب انا لو جيب لو كلت ده، لو كلت الصرصور البحر ده اعمل ايه؟ يعني هيحصل لي ايه؟ هو في اللي هي المشكله بتاعته ان هو دوت من هو بيتغذى على القواقع بتاعه البلهارسيا، له قدره كبيره ان هو بيجي بيمتص اللي عندنا السموم ومتبقيات السموم، عندنا هتلاقي في نسبه كبيره جدا من الكادميوم، في نسبه كبيره من الرصاص، بيتغذى عندنا على صغار الضفادع، بيتغذى على يرقات الحشرات وعوائل البلهارس، وطبعا الفطريات والطحالب ومخلفات المحاصيل. فطبعا احنا لما بناكله بيسبب للانسان مشاكل صحيه كبيره جدا. فده اللي يعتبر ان هو خطر، وده الشكل بتاعه للساده المشاهدين، يا ريت يتفضلوا وياخدوا بالهم منه تماما ان هم ما يشتروهوش. انما الشكال البورسعيدي انا ارفض تماما ان يتقال طبعا ان الشكال ضار، لا، الشكال البورسعيدي من الحاجات الجيده جدا، ودول البحر الابيض المتوسط بتتناولها، ويعتبر صحي وغني بالفسفور. طيب الخبر متعلق بجمبري الغلابه اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي، اللي هو الصرصور ده، ولا يقصدوا بيه الصرصور؟ لو حصل لبس للشكال، لا مش الشكال، هو الصوره دي اللي هي صرصور البحر او استاكوزا المياه العذبه او الاستاكوزا النيليه، بيبقوا ثلاث المسميات وبيبقى هو نفس الشكل ده. طيب معلش، بعض الزملاء زملائي جابوا لي بعض الصور، ده ينفع نتاكل؟ ده الشكال، ده الشكال، ده الشكال البورسعيدي، ده الشكال البورسعيدي. ده صحي جدا، وده يعني ما فيش اي خطوره. طيب هل زملائي ممكن يجيبوا الاثنين قصاد بعض، دي والصرصور؟ يا ريت يا ريت يا فندم، يا ريت كده. على استاذ طارق، استاذ طارق يلا يا استاذ طارق، على اساس بس ان احنا نجيب معانا. لا ده كلام حضرتك مهم قوي قوي، يعني ده شكال البحر، ده شكال البحر ماشي، ده شكال بورسعيد، شكال البورسعيد، ده شكال البورسعيد، ده مهم، ده مهم، يعني بيتاكل عادي، مفيش ضرر من التناول بتاعه، لان ده نوع من انواع القشريات، يعني نوع زي يعني. طب هو سعره في السوق بيوصل لكام يا فندم؟ يمكن الناس، ده مش غالي، ده ممكن يوصل برضه لحوالي 50 جنيه أو كويس، لكن مش ب 10 جنيه زي ما نور جمال كاتبه في المصرية. يعني انا الرينج بتاعه اخر حاجه سمعت السعر بتاعه كان بحوالي 50 او 60، كويس يعني بحوالي. يعني يعني عليه اقبال والناس عارفه شكله، فبالتالي مطمئن بتاكله من زمان. الاثنين بقى اللي جنب بعض دول، دي اللي حضرتك اللي على اليمين ده، حضرتك شكله صرصار برضه يا دكتور؟ ايوه شكله الصرصار ده بقى هو اللي عليه الخطوره، اللي عليه الابحاث اللي بتتكلم عليه كل الدراسات، واللي بنحذر الناس ان هم يعني لا يتناولوه. كمان بيشكل خطورة على الثروة السمكية بوجه عام، لأنه بيتغذى على اللي هي ذريعة الأسماك الصغيرة، وبيتغذى على اللي هو البيض بتاع الأسماك، وممكن هو كمان يبتدي ياكل الصنار والسمك بتاع الصيادين. حلو 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 اللي حضرتك بتقوليه قوي. يبقى كده الصورة دي أنا مبسوطة إن هما الاتنين موجودين، علشان الساده المشاهدين يعرفوا الفرق ما بين الشكال وما بين استاكوزا المياه العذبه، ولما يعني ما يسمعوا الخبر يعني ما ينزعجوش قوي، خاصه اهالينا في بورسعيد، ويعرفوا لما يجوا يشتروا ما يتخدعوش، برضو يعرفوا شكل الشكال ايه، عشان ما حدش يخدعهم ويقول ان هو جمبري. طيب ده الجمبري والشكال بقى جنب بعضهم، ده الجمبري العادي، ده الجمبري اللي موجود فعلا، واللي جنبه اللي هو الصوره اليمين الجمبري، والشمال الشكال، الاثنين دول مناسبين قوي للاكل وتمام، مفيش اي مشاكل طبعا خلصة. لا انا كدكتور التغذيه بقى انصح الناس ان هم يقللوا طبعا من القشريات، لان هي من الحاجات العاليه جدا في محتواها من الفسفور، فاحنا بناخد منها كميات قليله، مرضى الكلى والقلب والضغط يخلوا بالهم. يعني ايه ياكلوا مثلا وحدتين ثلاثة؟ يعني احنا مش هناكلها كل يوم، بس مثلا لو قلنا يعني شوية صغيرين كده بتوع 8 كيلو او حاجة، ممكن ياكلها كأكلة مرة مثلا في كل كام، يعني ياكلوا اربعة وحيد، اربع وحدات او خمس وحدات كبار، ممكن تمام، يبقى يكون كويس قوي ليهم. كمان بنخلي بالنا ان اللي هو بتكون دايما الجمبري والقشريات من الحاجات العالية في محتواها من الكوليسترول، فبنحذر مرضى الكوليسترول منه. انما طبعا الاسماك لا غنى عنها، وبنصح الناس كلهم ان هم ياكلوها مرتين اسبوعيا على الاقل. انا عايز اعمل مع حضرتك مره كده حلقه، يعني تشرفينا في الاستوديو، ويكون جعبه حضرتك عامره
ببعض التحذيرات. لا صحيح، لانه انا مهم قوي، يعني مهم قوي ان احنا نعدل من سلوكنا الغذائي، لانه احنا بالحقيقه يعني احنا عندنا نهم شويه بالحاجات الغذائيه المش كويسه. يعني الانماط الغذائيه الغير صحيه. وحضرتك ممكن تطلعي دلوقتي زي ما تفضلت كده وقلتي بلاش صرصور البحر. بالظبط. هتروح بص الناس، في ناس بتاكل برضه صرصور البحر. زي يعني انا بلاقي في بعض العربات، مش عارف حضرتك برضه توافقين ولا، بعض العربات اللي هي الخشب دي موجوده في الشارع بتبيع فشه ومنبار ومش عارف ايه وبتاع وعوادم السيارات رايحه على السواقه وعليه اقبال رهيب. والعيش اللي على الشارع، هل ده صح؟ يعني اللي هو بيبيع فشه ومنبار الناس هتقول ده راجل غلبان، انت بتقفل عيش، انت بتقفل مصدر، انت انا والله ما بتكلم، بس هل ده صح؟ ان انا اقفل؟ لا طبعا، لا طبعا، هو يشتغل صح بطريقه صحيه واحنا نشتري منه. تمام. انا هنتظر حضرتك كده في حلقه، يعني هنسيب حضرتك انت اللي تحددي وتقولي لنا يعني متى تمتلئ جعبة الدكتورة مروة بهذا الإطار وتشرفينا بإذن الله. بشكر الدكتورة مروة شعير، بشكر حضرتك شكر جزيل، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. جمبري كذاب، حلو وكذاب.